عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. مرحبا بكم في فلوق جديد. عندنا كاس، عندنا بلات دابا زربت عليكم هذه الزربة هذه. دونك اليوم شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نمشيو لواحد الصالون، غادي نخدموا، غادي نكتبوا واحد التكست. دونك غادي نوريكم المطري بعدا. هو الاول داري مع السيد، دابا غادي نتلاقاوه، راه كيعاينني باش نصوبوا داك الشيء وغتكونوا معنا ان شاء الله. يلا ليتس جو. ماشي هو هذا الصالون، مازال عاد غادي نمشيو للصالون. يومين ديال الخدمه، نهار الاول ونهار الثاني. نهار الاول كان طراساج ونهار الثاني كانت صباغه. شد لي داكشي الوقت بزاف. اول حاجه كنعتذر لحقاش ما لقيتش اللي صور ليا، حيتاش كنت بوحديتي. يا ريت كون لقيت شي واحد اللي صورني. دونك سمحوا لي بزاف، يعني كنت كنصور غير راسي وما صورتش يعني حتى راسي انايا باش نبان بانني كنرسم داكشي. دونك داكشي راه باين ونتمنى يكون عجبكم. المرة الجاية ان شاء الله غادي نحاول نشوف كيفاش ندير باش نصور لكم داكشي ان شاء الله. وهادشي A few moments later.